مومو كبير. اي هذا هو العنوان ديال هذا الفيديو. تخيلوا معايا يكون عندكم في الدار تربيه في عمرها 31 عام، حتى هو خاصكم تبدلوا ليه الكوج ديالو، توجدوا ليه الماكله ديالو، وتخليوه ينعس بلا ما يفيق ويبرزتكم بالغوات. مومو كبير هي واحد الظاهره اللي كيعيشوها بزاف ديال الناس، فيهم العيالات وفيهم الرجال، كيبغيو يرجعوا للطفوله ديالهم. واخا كتلقاه بموستاجو عنده عائله وخدام على راسه، ملي كيرجع للدار كيحيد الكاسكيت ديال 31 عام وكيلبس الكاسكيت ديال مومو كبير اللي في عمره 6 شهور. لي واحد من هاد الناس اللي كيعيشوا هاد الظاهره، وبمجرد ما كيدخل للدار اول حاجه كيقصد هي البيت اللي صارف عليه زباله ديال الفلوس. غير هو الفرق بينه وبين مومو صغير هو انه ما كيتسناش والديه يشريو ليه هذاك الشيء اللي محتاج، سكات الكوج ديالو حتى الحليب هو اللي كيتكلف به، كيخلصو بماله الخاص، حيت مومو كبير خدام على راسه وقادر يشري هذاك الشيء بوحده. القضيه بدات غير بالسكاته في الفم، كيديرها ملي كيكون ناعس، سيد عجبو الحال وبدا كيشري لراسو الحليب وكيقادر راسو الماكله، كيوجد حتى الرضاعه وما كاين غير طحانه معلم. في الوقت اللي كيكون عايش فيه الضو ستونلي، الكوش اللي كيكون لابس اللي اصلا كيعاني باش كيلقى الحجم اللي غادي يكفاه كيقضي فيها حاجشو. سي نورمال ما يمكنش مومو كبير يقضي حاجشو في الطواليت حيت اصلا باقي ما كيعرفش يمشي ليها، حتى هو كيبدل راسو وكيغسل بوحدو. المهم كيعيش الدور كيف ما خاصو يعيش. ضروري انه النوس يكون في الايد ديال ستونلي ملي كيبغي يتفرج في الرسوم اللي كيعجبو. اما بالنسبه للنعاس راه فصل على قدو واحد البيت ديال الوليدات الصغار اللي خدا ليه اكثر من سيمانه باش يقادو، وصرف عليه فلوس صحيحه باش يبان بالشكل اللي كتشوفوه نتوما دابا، ويقدر يهز الحجم ديالو. ملي كيكون ناعس وفمو سكاته كيبان بحال شي ملائكه سبحان الله. واحسن وقيته عنده هي ملي كيجي وقت اللعب، حتى هو كتلقاه كيبني وكيلعب وعاجبو الحال، شاد الالوان وتا هو كيرسم. في الاول الناس انتقدوه وقالوا ليه اش هاد التخربيق اللي كدير، حيت بالنسبه ليهم كيضحك الناس فيه، ولكن السيد عاجبو الدور ديال مومو كبير وحتى الحجم ديالو كيعاون. هاد الشيء علاش ضارب الدنيا بركله وما مسوقش الهضره ديال الناس، الحاجه اللي خلاته يستقبل الناس عنده في البيت اللي كانوا كيحساب لهم باللي هاد البيت ديال ولده الصغير. ولكن ملي شافوه دار السكاته في فمه ولبس اللبسه ديال الطراقات فوق من الكوش، عرفوا باللي السيد عايش الدور وباللي هاد البيت وهاد الشيء كامل ديالو هو وماشي ديال ولده الصغير. بالنسبه للكوش اللي كيلبس راه بدا كيلبسها ملي كان في عمره 14 عام ومازال كيلبسها لدابا واخا وصل للثلاثينات. السيد كان حاط خطه في راسه اللي غادي تخليه يعيش المراحل كامله ديال هاد مومو كبير. بدا كيشري اللبس والالعاب ديال بيبي اللي في عمره 6 شهور، وغادي يبقى يبدل في هاد الشيء على حساب العمر تيوصل للحوايج ديال بيبي في عمره 6 سنين، يعني يبدل الحليب في وقته ويبدل المسائل كامله اللي غادي تخصو، بالاخص ملي كيوصل لمرحله جديده. ستونلي راه ماشي هو الاول او الثاني اللي كيعيش هاد الدور، راه كاينين عدد كبير من الناس اللي كيلعبوا نفس الدور وكيبغيو يعيشوا الطفوله ديالهم. الفرق اللي كاين هو ان هاد السيد خرج للاعلام وما تسوقش الهضره ديال الناس، اما الناس اللي ما باينينش مخليين هاد الشيء لراسهم. المشكل ان عائلاتهم كيعاونوهم على هاد الشيء، كتلقى مرته كتوكل فيه وكتقول ليه حل فمك الطياره جايه، وكتلقاها كتبدل ليه حتى الكوج ديالو هو فرحان، وكتلقاها حتى هي معاونه باش يتقن هاد الدور. دابا في نظركم واش هاد الدائره ديال مومو كبير واش كاينه في المغرب او لا؟ خلي لينا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحاب، دير متابعه للصفحه ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.